لا تشتروا تندرا وتاكوما لثلاث أسباب. لثلاث أسباب لا تشتروا تندرا وتاكوما. أول سبب شكله قبيح، شكله بشع. ثاني سبب تصرف بنزين كثير أكثر من الأمريكي. اليابان حاولت تقلد الأمريكي بس ما زبطت معها. ثالث سبب وهو السبب المهم إنه الدفع الرباعي تبعه ضعيف جدا، وضعيفة السحب، مو مثل الأمريكي، مو مثل الأمريكي. فلا تشتروا تندرا ولا تشتروا تاكوما، تمام؟ فاشتروا بي ام دبليو، خليكم على البي ام دبليو. دوج رام، دوج رام. وهذا الوحش، هذا الوحش، هذا الوحش اللي هذا الوحش، يعني هذا ملك الشوارع، ملك السيارات، ملك اللي هو التاهو، التاهو. التويوتا، التويوتا عم تحاول تقلد الأمريكي. التويوتا سيارة من أعظم السيارات بالعالم، ولكن هل تندرا وتاكوما فاشلين، فاشلين. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي، أنا لما أقول كلمة صدقوني، صدقوني. السلام عليكم. تويوتا تندرا وتاكوما، تفضل. صنعت شركة تويوتا تركات التاندرا أو سيارات التاندرا والتاكوما، ولكن فشلت. هي حاولت تقلد السيلفرادو، تاهو، جي ام سي، ولكن فشلت بهالموضوع لسبب واحد، انه السيارات هذه التاكوما والتاندرا صريفة بنزين أكثر من الأمريكي وأكثر من محطة البنزين نفسها. وموضوع ثاني أنه سيارات 8 سلندر و6 سلندر دفع رباعي اللي هي التاندرا والتاكوما، لكنها ضعيفة جدا بالسحب، ضعيفة جدا بالدفع، وهذا باعتراف شركة تويوتا نفسها. فهي فعلا التاندرا والتاكوما تركات أو سيارات فاشلة. إن شاء الله بتحسن أداء تويوتا، ولما تحاول تقلد الوحوش الأمريكية إن شاء الله يكون بتقليد موفق. ومنتمنى لتويوتا، هذه الشركة العظيمة، التوفيق وتكون صناعتها أفضل، ولكن لا تحاولوا تقلدوا الوحش الأمريكي. السلام عليكم.